بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع كورس تشطيبات شباب بنتكلم عن الرخام وبنتكلم عن الحوائط، حوائط الرخام والحوائط الحجر مع بعض كده. ده الرخام بيجي بالشكل ده، بيجي طوالي، تمام. دي كده اسمها طبلية. في أشكال كتير في الحوائط بنستخدمها، بنستخدم الرخام في الحوائط سواء كانت داخلية أو خارجية، يعني سواء كانت الواجهات أو الممرات أو المداخل، أو يعني في فيلا أو في قصر ممكن نعمل حوائط. الشكل الديكوري بتاع الرخام إن هو بارز وغاطس، بيدي شكل لذيذ. تلاحظوا هنا إن في بارز وغاطس في الواجهة ديت، في هنا بارز وغاطس، يعني فرق سماكة. استخدم رخام، مثلا قطع رخام، بواقي رخام، كسر رخام، 4 سنتي سمك و2 سنتي سمك، يبقى في واحدة 4 واحدة 2، واحدة 4 واحدة 2، وهكذا. أو نجيب قطعيات جاهزة مقصودة ونعملها بالشكل حق شايفينه دوت، بارز وغاطس كده، فرق سماكة. طيب بنشتغل بيهم في المداخل والممرات. الشغل اللي بيبقى في المداخل ده يا شباب بيبقى فيه حركة، يعني ممكن مثلا يحصل ضغط على الحيطة، حد يسند العفش بتاعه، الفرش يتسند على رخامة، من رخامة هنا رخامة هنا. فالرخام ده لازم يكون الظهر بتاعه مصمت، ما ينفعش يكون مفرغ. يعني تركيب الرخام، في عندنا طريقتين في تركيب الرخام، يا اما ان احنا بنثبته بالمونة او بنثبته بالطريقة الميكانيكية. احنا في الفيديو ده بنتكلم عن طريقة المونة، تثبيت الرخام بالمونة. ليه؟ لأن الجزء الداخلي ده فيه حركة، فممكن حد يضغط على رخامة من دول تتكسر لو الظهر بتاعها فارغ، فلازم يكون الظهر بتاعها مصمت فيتم بالمونة. طيب بنستخدمه عادة في المداخل بتاع العمارات وفي الممرات وفي السلالم. هنلاحظ هنا كده في موضوع الرخام هنا إن التشكيل بتاعه أفقي، يعني هو واخد عرموس بلون أسود أفقي. لاحظ هنا المدخل بتاع العمارة ديت برضو شغال تقسيم الرخام بشكل أفقي، هنا التقسيم برضو بشكل أفقي. تلاحظ إن في عرموس تحت بلون وفوق بلون، وهكذا. هنا برضو أفقي، سلم أفقي، فيعني في أشكال كتير، ألوان كتير في الرخام والجرانيت. ده توزيع أفقي لمدخل، هنا توزيع رأسي لمداخل بالشكل ده، كل ده توزيع رأسي، وهكذا. طيب في أشكال كتير، ده مثلا مدخل فندق مثلا بالشكل ده، سلالم، حوائط. ممكن يبقى في حمامات، طبعا الحمامات الفاخرة، يعني في حمامات في فندق، حمام في قصر، حمام في فيلا، يبدأ يعملوا رخام بالشكل ده كده، أو يعملوا جرانيت بالشكل حق شايفينه، يعني طبعا أشكال جميلة جدا. طيب في الأماكن الخدمية، يعني مثلا في بريد، في بنك، بنستخدم الرخام في الحوائط شكل حق شايفينه. طيب ازاي بقى بتثبت، يعني رخام الحيطه دي بتتثبت ازاي؟ عشان تتثبت بمونه، فالاسمنت بنستخدمه. لو الرخام لونه ابيض فلازم نستخدم اسمنت ابيض، يعني عاده بنستخدم الاسمنت الابيض، الا لو الرخام يعني غامق او مش هيمتص. طبعا الرخام بيمتص السوائل عكس الجرانيت، الجرانيت ما بيمتصش، والجرانيت اكثر صلابه من الرخام. فالمقصد ان احنا بنحتاج حاجه اسمها سلك رباط، يعني بنجيب صاروخ زي ده ونبدا ناكل نخشن ظهر الرخامه عشان ظهر الرخام يبقى خشن، ونحط فيه سلك رباط علشان يمسك في المونه. شايفين حاطط السلك اللي هو حاطه ده، السلك ده بيتحط ليه؟ بيتحط علشان يمسك في المونة بشكل دوت. بعد كده نبدأ نثبت الحوائط الرخام ونظبط رأسيتها بميزان المايه. بعد كده نبدأ نسقي الفراغ اللي ورا بالمونة، سواء كانت أسمنت أبيض أو الأسمنت الأسود حسب ما هنشتغل. طبعا يفضل دايما أسمنت أبيض عشان اللون بتاع الرخام ما يتغيرش. من الأمام بنثبته بجبس، من الظهر بنثبته بمونة أسمنتية بالشكل ده. بعد ما يظبط الشغل بتاعه بيعمل زي بؤج كده. طبعا انا اتمنى يعني ان الشغل كله يبقى معمول على بؤج محارة، بحيث ان التركيب يكون سريع، يعني بدل ما الراجل يقعد يتعب نفسه في وزنيات بميزان المية وياخد وقت طويل في وزن الحوائط الرخام، فلو عمل بؤج ببياض المحارة قبل ما يبدأ يشتغل خلاص الرخام يتركب بكل سهولة ونقدر نثبته على البؤج دي. ده الشكل بتاعه. لاحظ هنا ان في زي بؤجه كده، فده اسمه طرف رباط، يعني رباط مونه، رباط مونه هنا ورباط مونه هنا، بيمسك رباط المونه دوت علشان يقدر يمسك بيه الرخام. طيب
من الداخل لازم تكون يا اما اسمنت ابيض يا اما اسمنت اسود، وطبعا يفضل الاسمنت الابيض قلنا عشان اللون بتاع الرخام ما يتغيرش. لكن من الخارج من الواجهه من بره بنثبته بجبس علشان الجبس سريع الشك، وده من الخارج. طيب لو انت بتثبت على حوائط خرسانية، يعني بتثبت على حيطة خرسانة، شيرول، كور، بتثبت على، بتحط الرخام على عمود، فممنوع انك تستخدم الجبس نهائيا، خاصة من الداخل، لان الجبس هياكل الحديد اللي موجود في الخرسانة. يبقى مش مسموح ان انت تحط الجبس في ظهر الرخام، لازم تحط جبس من الخارج وليس من الداخل. بعد كده الجبس ده بيتشال تاني بعد كده، فالراجل بيثبت بجبس سريع، بعد كده يبدأ يشتغل. يعني اعذروني على رداءة يعني الصور رديئة شوية لأنها صور قديمة وما كانش عندي صور غيرها بصراحة. هنا نلاحظ هنا إن الراجل ده بيمسك زي خوابير خشب كده عشان يظبط عليها الوزنات بتاعة الرخام. بتكون الخوابير دي خشب، خوابير مايلة، يعني بتاخد شكل المايل بحيث إن هو يقدر يظبط بيها الوزنية بتاعة الرخام. بعد كده بعد ما يظبط بالخوابير الخشب دي، ادي خابور هناك وادي خابور هنا، يظبط بيها الوزنيه، يبدا يثبت بالجبس الابيض. بعد ما يثبت بالجبس الابيض يبدا يملى الفراغ اللي ورا الظهر، تمام. اللي فوق ده ممنوع انه يبقى جبس ابيض، الجبس الابيض على الرخام بس، لكن ما احطوش كده من فوق، تمام. استخدم اسمنت ابيض لكن مش جبس. طيب هنا تلاحظ هنا شايف المنظر ده، كل الحوائط الرخام دي، الحوائط دي كلها متثبته بعد ما اتوزنت رأسيا، تثبت بجبس من الخارج بأسمنت ومونه من الداخل. هتلاحظ ان اصبح في فراغ ما بين الرخام وما بين الحائط. الفراغ اللي ما بين الرخام وما بين الحائط دوت في المدخل هنا او في الحوائط اللي موجوده فوق في السلالم، هبدأ احقنها بالاسمنت. فببدأ اجيب اسمنت واحقن الفراغ. شايف حضرتك الارتفاع ده؟ طبعا الارتفاع ده ما ينفعش ان يتحقن مره واحده، يعني ما ينفعش ان انا اعمل الارتفاع ده كله مره واحده، لازم اعمل كل بلاطه اعملها لوحدها، يعني كل ارتفاع في يوم، ما ينفعش ان كل ده يتعمل في يوم واحد، تمام، لازم يتقسم. بعد كده ببدا اجيب المونه اللباني بتاع الاسمنت بالشكل ده، بعد ما اثبتها ابدا اجيب جردل واملى الورا الحوائط دي كلها، ورا الرخام ده كله، بحيث ان الفراغ اللي ورا الرخام يكون مليان، علشان لو حد اصطدم اي صدمه بالرخام ما تبقاش الرخامه من الظهر فارغه فتكسر. طبعا يفضل ان الرخام ده لو على الواجهه ممكن يكون فارغ بطريقه ميكانيكيه، لكن في الداخل لازم يكون بالمونه الاسمنتيه بحيث ان هو ما يتكسرش، بحيث ان هو ما يتكسرش. فبنبدا نملى الفراغ ورا الرخام بالاسمنت، ويفضل ان يكون اسمنت ابيض، تمام، بالشكل ده بنبدا نملاه. طيب انك تملى الاسمنت ما ينفعش انك تملاه مره واحده علشان ما يطقش، يعني كل 30 سم كده نبدا نملى، ما ينفعش انك تملاه مره واحده، يعني كل ساعتين نملى 30 سم، كل مثلا 3 ساعات مثلا نملى 30 سم، لكن ما ينفعش ان انت تملى الفراغ اللي ورا الرخامه مره واحده، لازم تقسطه كده على وقت الاسمنت يشك والحيطه تبدا تمسك نفسها وتبدا تشتغل. وطبعا يفضل موضوع سلك الرباط علشان تقدر تمسك الرخامه، ولازم تخشن ظهر الرخامه كويس عشان تمسك في المونه. يبقى بخشن ظهر الرخام واثبتها، اثبت فيها سلك رباط بكله كده او ماده لزق زي ابو جمل كده في السعوديه او كله في مصر، وتبدا تستخدمها وتمسك المونه بيها كويس. وتملى الفراغ قلنا يتملي كل 30 سم كل ساعتين لغايه ما املى الظهر بتاع الحوائط كلها، تمام. طيب بالنسبة بقى للحجر، ده شكل الحجر في الأزهر والأماكن الإسلامية الجميلة المصرية، الحضارة الإسلامية اللي موجودة عندنا، يعني البناء كان بالحجر بالشكل الممتع دوت. فهتلاحظوا إن الأرشاط، هتلاحظوا فرق اللون، شايف غامق وفاتح، غامق وفاتح، يعني بيبقى فيه شغل جميل جدا جدا في الشغل الإسلامي والعربي، وطبعا الشغل الأندلسي، شغل المغربي، يعني كل ده بتبقى عمارة جميلة جدا جدا. العمارة دي بعشقها جدا، مشروع التخرج بتاعي كله كان العمارة الإسلامية، كان مجمع المحاكم، فبحب أنا الشغل ده جدا يعني. طيب المهم عملنا حاجة بقى بدل الرخام، عملنا حاجة اسمها إن إحنا ممكن نعمل سيراميك على شكل حجر، ممكن نعمل حجر ده ممكن يبقى عادي سيراميك على شكل حجر بالشكل ده، أو ممكن نجيب حجر ذات نفسه ونبدأ نديله شكل الحوائط، نبدأ نرصه جنب بعضيه بحيث إن يديني شكل محترم، بيتلزق بالشكل ده، أو بيتثبت بمونة، أو بيتعمل بالطريقة الميكانيكية. طبعا في الفيديو ده احنا بنتكلم على المونة فقط، لكن الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنتكلم على
الشغل التركيب الميكانيكي. ده سيراميك بياخد شكل الحجر، ده طوب تمام، بس طوب يعني فاخر شويتين ثلاثة، فواخد شكل ديكوري جميل. طبعا بقى بيتعمل الديكور دوت موجود في المحلات وفي المولات بشكل دوت، يعني بتيجي بلاطات الحجر زي كده وبنبدأ نشتغل بيها زي ما حضرتك شايفين الصور الجميلة ديت. طبعا ممكن نتلزق، ويفضل ان يبقى في الظهر بتاعه شبك علشان يقدر يمسك في المادة اللي هنلزق بيها بالشكل ده. شايفين حضراتكم كل ده حجر، كل ده حجر، كل ده بيتلزق عادي خالص، يا اما بمونة او بمادة. هنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي. ده شكل ديكوري للطوب بالشكل ده، شايفين المنظر دوت، كل دي حجرة. الأشكال الديكورية جميلة جدا، يعني طبعا دي عينات كتير لأشكال كتير. هنا بقى ده بيثبتها بمادة، نلاحظ إن هنا في شبك موجود، الشبك ده بيمسك الحجارة وبيمسك الرخام اللي موجود في الدار. ده شكل الحجر اللي على الواجهات، حجر على الواجهات. طيب بيتثبت بمونة عادي خالص، أجيب مونة وأبدأ أثبتها، مفيش مشاكل. أشكال كتير جدا لموضوع الحجر، جيب مونة أهي ويبدأ يثبتها، حط مونة على البلاطة ويبدأ يثبتها على الحيطة. طبعا تلاحظ إن هنا البياض المحرم متخشن علشان يمسك في المونة، بعد كده يوزنها كويس ويشتغل على هذا الأساس. المادة اللي بيربط بيها سواء كانت في البورسلين أو كانت في الرخام للحوائط أو الحجر، يعني لو أنت حبيت تشتغل بيها في مواد البناء الحديث في مصر، سيتوكس اتش، سيتوكس يو، كل واحدة من الاتنين دولت بتشتغل بيها. بعد كده في الآخر خالص بتستلم، تستلم الزوايا، الزوايا فوق وتحت بالشكل اللي حضرتك شايفينه دوت. المهندس بيستلم سواء بقى الزاوية دي زاوية خارجية أو زاوية داخلية، لازم الزوايا كلها تطلع 90 بالشكل اللي حضرتك شايفينه، حتى الشبابيك والإميات. أو أستلم الرأسي بميزان مية وإدة، دراع ألمونيا، أستلم إن البلاطات كلها ماشية مع بعضيها مية واحدة، خيط واحد كلها على بالدراع كده، أستلمها بالدراع زي ما حضرتك شايفين. يعني أنا عارف إن الفيديو ده سريع كده، ولكن حبيت بس أنوه إن التركيب بالمونة الأسمنتية شغال للحوائط الداخلية، هي دي بس الفكرة اللي أنا حبيت أقولها. لكن في الفيديو اللي جاي إن شاء الله هنتكلم على التركيب الميكانيكي للرخام والحجر. طبعا بشكركم جدا، بسألكم الدعاء، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.